بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم معنا في بداية هذا اللقاء، ولعل هذا اللقاء هو لقاؤنا الأول وفي حلقاتنا وفي برنامجنا الآيات الكونية في القرآن الكريم. والحقيقة أن الآيات الكونية في القرآن الكريم كثيرة ومتعددة، وإذا ما تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فسوف نتحدث الكثير والكثير. ولكن ضيفنا وضيفكم في هذه اللقاءات وفي هذه الحلقات في هذا البرنامج له باع طويل في هذا المجال، وله أيضا إسهامات كثيرة جدا في مجال الإعجاز العلمي، ليس فحسب في الدول العربية بل على مستوى العالم الإسلامي. يسرنا أن يكون معنا في لقائنا الأول وفي أولى حلقات برنامجنا الآيات الكونية في القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. سعداء جدا ولنا الشرف الحقيقة جميعا أن نلتقي على شاشة قناة الرحمة. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بما أن حضرتك يعني دي أولى حلقات البرنامج، ويعني أول لحظات يعني تشارك فيها معانا في قناة الرحمة، وطبعا لنا كل الشرف. حضرتك تقول لي إيه لقناة الرحمة النهاردة؟ أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وأهنئ الإعلام العربي بإنشاء هذه القناة الملتزمة بآداب الإسلام وبأخلاق الإسلام وبمهدية الإسلام العظيم، فما أحوج الناس اليوم إلى هدي القرآن الكريم وهدي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. يعني دعني فضلتك ندخل في الموضوع مباشرة، لأن الموضوع الحقيقة متشعب وله محاور كثيرة. لو تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ما هي هذا العلم أو ما هي هذا المضمار أو ما هو الإعجاز العلمي؟ يعني في أذهان الناس بعض التعريفات للإعجاز العلمي، نريد أن نضع يعني تعريفا شاملا مانعا جامعا للإعجاز العلمي، ما هو؟ طيب، يعني قبل أن أدخل إلى هذه القضية بودي أن أؤكد على تفرد القرآن الكريم يعني بين جميع الكتب. القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. هذا العهد لم يعطى لأي كتاب سماوي سابق أبدا. والمبرر ذلك أن الله من عدله أنه لا يحاسب الناس دون إنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. ولكي يتحقق العدل الإلهي ألا يحاسب الناس دون إنذار، تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، وهذا العهد ثبت على مدى 14 قرنا، وهو عهد مطلق غير محدد بزمن. فسيبقى القرآن الكريم محفوظا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد هو من أعظم جوانب الإعجاز في هذا الكتاب. بارك الله فيك. وأقول القرآن بما أنه كلام الله لابد أن يكون مغايرا لكلام البشر، ليس بالشعر وليس بالنثر، ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل. الله أكبر. هذه الحقيقة جعلت كثير من الناس يتخيل أن إعجاز القرآن الكريم هو إعجاز نظمه، انطلاقا من الحقيقة الثابتة أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل نبي من أنبيائه ولكل رسول من رسله عددا من المعجزات الحسية ليتشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة أو بهما معا. وكانت عادة هذه المعجزات مما نبغ فيه أهل عصره حتى يقوم التحدي. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام بعث في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على أطباء عصره. فكان خلقه بمعجزة طبية، وكان نطقه في المهد معجزة طبية، وكان علاجه للأكمة والأبرص معجزة طبية، وكان أحياء للموتى بإذن الله معجزة طبية، وهي ذروة المعجزات. أحياء للموتى بإذن الله. بارك.
ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من قمة الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم ليقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من صور القرآن الكريم. هذه الحقيقة جعلت كثيرا من دارسي القرآن الكريم يقولون أن إعجاز القرآن الكريم في نظمه لغويا نعم. لغويا نعم، يعني البيان، البلاغة، الإيجاز مع الوفاء، دقة اختيار الألفاظ. وأذكر أن أحد أعضاء مجمع اللغة العربية ومن سوريا ومسيحي، مجمع الخالدين يقول أنا مرت علي الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فقل غابت عني كلمة سلكه، قال وضعت 20 بديلا لم تؤدي المعنى، الله فجعله الله فصيره فأجراه لا عشرين بديلا كلمة سلك ليه؟ الله أكبر، ما شاء الله. لأن كثير من الناس يتخيل أن المياه المخزونة في القشرة الأرضية برك، هي ليست كذلك، هي خطوط شعرية دقيقة بين حبيبات الصخر، فكانها سلك حقيقة، قال سلكه الله أكبر، تشمل معنى أجراه وتشمل وصف دقة حركته وتشمل دقة حجمه وشكله وهيئته، فلا تصلح أي لفظة أخرى إلا سلكه، إلا سلكه الله أكبر. نعم، ولذلك أقول أن صحيح مع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز لأنه كلام رب العالمين، وقديما الذين درسوا هذه القضية قالوا لو أزلت كلمة واحدة من وسط آية من الآيات القرآنية وبحثت عن بديل لا تجد البديل، لن تجد كما قال هذا الأخ الكريم. ولذلك أقول أن مع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز إلا أن النظم يبقى إطارا لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. الله أكبر. نعم. المحتوى القرآن الكريم هو الدين. يعني مبنى ومعنى. نعم. إذن المعنى أهم. لا، هي اللغة صياغة. صياغة. نعم. صياغة لمعنى. نعم. تحتوي معنى. نعم. والمعنى أهم. أهم. من الصياغة. نعم. وذلك أقول يعني حتى لو أنا أسمع قصيدة شعرية جميلة. نعم. إذا لم تكن تحوي معاني راقية ما لهاش قيمة. يصبح نوع من الموسيقى. من الموسيقى. نعم. نعم. الجرس. نعم. الجرس. نعم. وذلك أقول أن نحن نؤمن بأن نظم القرآن الكريم معجز، ولكن يبقى النظم وتبقى اللغة إطار لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. ما هو محتوى القرآن الكريم؟ الدين بركائزه الأربعة الأساسية، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا بموضوعية وحيدة نجد أن فيها ما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، فالتوحيد أفضل من الشرك، وعبادة الله الواحد أفضل من عبادة آلهة متعددين، والإيمان بوحدة رسالة السماء أفضل من الإيمان بأديان متعددة، الإيمان بالأخوة بين الأنبياء أفضل من الإيمان بصراع بين الأنبياء، الله أكبر. الإيمان بالقيم الأخلاقية العليا التي دعا إليها القرآن أفضل من أن أحاول أضع لنفسي دستور أخلاقي من عندي، وهكذا. بارك الله فيكم. ولذلك أقول أنا إذا نظرنا بشيء من الموضوعية والحيدة إلى صلب رسالة القرآن الكريم وهي الدين بركائزه الأربعة الأساسية، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، نجد أن فيها ما يشهد القرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. طيب، بالإضافة إلى هذا المحتوى العظيم نجد أن القرآن الكريم في أكثر من سدس مجموع آياته، مجموع آيات القرآن 6236 آية، فيها أكثر من 1000 آية.